قطن وبعض والبعض ايضا، بحيث حتى ملفات اللي طلعت يقول لك ما تم اتفاقه من ميزانية الدولة العراقية هي عشرات المليارات والدولارات تكفي لبناء شبكة كهربائية حديثة بمواصفات تضاهي شبكات يعني الدول المتقدمة. يعني أستاذ أحمد سد زين، هذا خبير يقول له رقم ديوان الرقابة المالية من أحسن؟ رقم ديوان الرقابة المالية أحسن له منه يقول؟ رقم ديوان الرقابة المالية يقول الكهرباء خامس وزارة قبلها الصحة، قبلها التربية، قبلها الدفاع، قبلها مجالس المحافظات. الكهرباء استنزفت أو استهلكت من موازنة الدولة العامة 5.4 من قيمة موازنة الدولة العامة، 5.4 من موازنة الدولة العامة، وهي خامس وزارة بتصنيف الوزارات. الصحة أكثر من عندنا، الدفاع أكثر من عندنا، الداخلية أكثر من عندنا، التربية أكثر من عندنا، صرفوا أكثر من الكهرباء. بعدين جنابك إذا تريدين اليوم نبوبهن، والله أنا مستعد أضعك بهن وحدة وحدة وين الفلوس صرفتها الكهرباء، وحدة وحدة نطيك إياها حتى نكون شفافين وحتى ما نتهم أحد بدون دليل. وإذا أكو فساد والله العظيم اخذ بيدك واخذ بيد قناه التغيير، وادعو السيد عنايه السيد رئيس الوزراء والرقابه والبرلمان والنزاهه، اذا اكو فساد اضربوا بيد من حديد، خلصونا من اي فاسد ترون عبث بقطاع الكهرباء. حلو، انا حبيت صراحتك استاذ احمد.